مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل. ما زلنا نتكلم عن الجسد المشاعري وخريطة المشاعر، لأنه كورسنا لهذا الشهر هو خريطة المشاعر، واليوم موضوعنا عن تناغم المشاعر. راح أتكلم عن الموضوع وبعدين راح أخذ أسئلة. تناغم المشاعر طبعاً هو موضوع جداً كبير، قد يكون التناغم داخلي، وقد يكون إحنا نتكلم عن تناغم أو تنافر داخلي، وقد يكون تناغم وتنافر خارجي، بمعنى أنه قد يكون بينك وبين نفسك. يعني الجسد المشاعري نفسه كأنه قاعد يتضارب مع نفسه، أو ممكن يكون بينك وبين شخص ثاني. مرات تكون مثلا تكونين طالعة أنت وصديقتك في مكان معين، وتلقين أنه حصل قدامكم مشهد يعني جميل أو مشهد إنساني، فتلقونكم تلتفتون مع بعض وتقولين تقولون نفس التعبير، أو تقولون أو تحسون نفس الشعور، أو تقول والله جميل المنظر، او حسيت بكذا، شعرت بحب، شعرت بسكينة، شعرت بجمال. تلقونكم ماشيين على نفس الموجة كأنكم مع بعض. مرات يكون عندك شريك او مثلا زميل او حتى صديق، وتكونون برضو طالعين في السيارة مع بعض، وتشوفون مشهد، واحد يقول الله، واحد يقول يه ايش الموقف هذا البايخ، فتحس انه يعني كل واحد يعني مشاعره جايبت المكان، او قاعده تحس الموقف بطريقه معينه، وكذا تحس انه انت بينك وبين هذا الشخص تناغم، بمعنى انه في كثير من مشاعركم مفسره تفسير واحد، اغلب مشاعركم مفسره تفسير واحد، بينما الشخص الثاني اللي انت تشوف الموضوع الله هذا جمال، هذا ابداع، هذا حب، هذا حنان، هو يشوف لا هذا مزعج، هذا مقرف، هذا موتر، هذا مش جيد، هذا بايخ، هذا كذا. فتحس انه كأنكم انتم يعني اجسادكم المشاعرية مش متطابقة، كأنه يعني كأنه هذا الشخص عنده شعور يمشي في خط معين وانت في خط ثاني تماما، كأنكم يعني مع انكم تشتركون في اللحظه وتشتركون في المكان، تشتركون في الزمان، تشتركون في الحدث، لكن كل واحد تنضغط ازارير مختلفه ومختلفه تماما، متنافره عن بعض. فهي تقول هذا في تنافر في الشعور، فتحس انه كل مره تطلع مع هذا الشخص، كل مره تقعد مع هذا الشريك، كل مره يعني يكون بين، تحس انك يعني مو قادر توصل صوتك وهو مو قادر يفهمك وانت مو قادر تفهمك، كانكم يعني من كل واحد من كوكب، كل واحد من جهة. بالضبط، تضارب في المشاعر. فهي نقول عليه هذا بينهم تناغم في المشاعر، انهم متناغمين ماشي، او هذا بينهم تنافر في المشاعر. لا يعني انه واحد جيد واحد سيء، بس كل واحد تنضغط الازارير المختلفة لأحداث مختلفة. هذا من ناحية التناغم الخارجي اللي هو برا. الآن عندنا التناغم والتنافر الداخلي. مرات هذا التناغم يصير عندك جوا، أو هذه الهوشة والتنافر تصير جواتك. خلينا نشوف كيف. مثلا على سبيل المثال، مرات أنت تشوف حيوان أليف وتقول أخ يا هذا الحيوان الجميل اللطيف وكذا، بعدين يجي يقعد على يدك وبعدين يقول لا مقزز مقزز مقزز، هولت. طب شلون انت يعني، انت يعني متناغم ولا متناثر مع القصة؟ شلون يعني؟ يعني كأنه انت عندك شعورين متضاربين مع بعض، وهذه أزمة على فكرة، تعتبر أزمة من أزمات الجسد المشاعري، واللي حضر كورس خريطة المشاعر يعرف هذا الشيء، كيف انها لما تتقاطع هذه المشاعر وتورطنا تورطنا. مرات انت تقول انا احب هذا الانسان، انا يعني احبه، فانت تقول لا بس هو
يثير فيني كذا او تجيب اشياء سلبيه، فتحس انه كانك انت مو فاهم هذا الانسان، ولا انت مو فاهم نفسك، لا جسدك المشاعري قاعد يعطيك طبقات وتداخلات من المشاعر. مرات لا تحس انك منسجم تقول او والله انا احب هذه البلوزه، انا احب هذه السياره، اي كلها عبارها مزج. مرات لا تحس انك تقول احس بكذا بس احس بكذا بس احس بكذا بس أحس. طب انت تحب ولا ما تحب؟ احنا احترنا يعني معك، احنا احترنا. وطبعا اغلب الناس لديهم تنافر مشاعري في الداخل، اغلب الناس يعيشون بهذه الطريقه طوال الوقت. عشان كذا ايضا اغلب الناس عندهم صعوبه في اتخاذ القرار. ليش؟ لانهم ما قعدوا يوم من الايام وحطوا مشاعرهم على الطاوله وفهموا خريطتهم وقالوا انا هذه المشاعر معطلتني، انا هذا التنافر معطلني، انا هذا التناغم جيد عندي المفروض يمشي بشكل جيد. يعني تلقى على سبيل المثال، خلنا نرجع شلون صارت القصه، شلون صار هالتنافر اللي يخلي الناس عالقين. اغلب الناس عالقين بسبب تنافر المشاعر اللي هو جوا. خلنا نقول هذا طفل سوى غلط، طيب الأم لما شافت الغلط عصبت وقررت أنها تعاقب الطفل، قالت أنت ليش سويت، وصرخت سوت قصة طويلة عريضة وأنا راح أعاقبك. وبعدين قالت له تعال حبيبي أنت حبيبي، وبعدين نام الطبطب عليه وتبوسه. طبعا لو كنت انت في هذا الموقف، هالشيء بسيط فما بالك على التعقيدات اللي احنا مرينا فيها. لو كنت كطفل في هذا الموقف، في الغالب انت صار عندك كونفيوز، صار عندك لخبطه في فهم مشاعر الحب ومشاعر الغضب، صار عندك نوع من التنافر كذا، يعني انك تحب وتعصب في نفس الوقت. يعني ممكن تلقى واحدة تقول صديقتها أحبك يا حيوانة، الله شلون أحبك يا قليلة الأدب، شلون تحبيني ولا أنا قليلة أدب، تحبيني ولا الحيوانة تحبيني. وتصير طول الوقت عند الناس أنه المشاعر اللي عندهم الأصلية تشوشت ونحط عليها تقاطع عليها مشاعر ثانية. عاد وش هذه المشاعر ما ندري، مثلا هي مشاعر الأصلية الجيدة مثلا مشاعر الحب، بعدين تقاطع عليها مثلا غضب، مر على طرفها مثلا غضب تقاطع عليها، بعدين جاء شيء. فمثلا هذا الشخص يوم من الأيام يبغى يحب، في الغالب ما يعرف يحب، ما يعرف يحب، لأنه الحب عنده جواته في كثير من التنافر، مو متسق، مو الشعور متسق مع أشياء. يعني مثلا لما أحس بالحب تجاه شخص معين أقوم أشوف الجمال اللي فيه، بعدين أتعامل معاه بلطف، بعدين شوف كيف التناغم أمشي مع بعض. لكن لما مثلا أشوف أحد أحبه أقول اشتقت لك يا قليلة الأدب، اوكي ايش القصة، ايش اللي صاير، ايش المضاربة اللي جواتك قاعدة تشتغل. فتعرف انه عندنا الان في تنافر ما بين المشاعر، في شيء داخل على شيء وفي شيء طالع على شيء، مو كل شيء في مكانه الصحيح. لذلك وين الشطارة الآن في موضوع إن إحنا نفهم التناغم والتنافر؟ وين الشطارة؟ أول شيء الشطارة إنك أنت قدر الإمكان تمشي مع الأشخاص اللي تتناغم معهم مشاعريا، لأنهم هم في الغالب اللي بيفهمونك، وهم في الغالب اللي أنت تستطيع إنك تفهمهم، وهم اللي في الغالب اللي راح ترتاح لهم وراح تفهم شعورهم، راح ترتاح لشعورهم. وانك قدر الامكان تبعد عن الاشخاص اللي بينكم تنافر مشاعري، اللي في المواقف تنضبط ازارير مختلفه عندكم ومتنافره.
هذا من ناحية تعاملنا مع الآخرين، أنك أنت تحاول قدر أن كانت تكون مع الناس اللي تتناغم مشاعرياً معاهم. من ناحية الداخل، لما تنتبه أنه أنت عندك مشاعر قاعدة تتنافر مع بعض، قاعدة تعطي نتائج متنافرة مع بعض، وفي الغالب يا إما الصورة راح تكون مو طبيعية، مو طبيعية، يعني اشتقت لك يا حيوان، هذا شيء مو طبيعي، شيء يحتاج علامة استفهام كبيرة، وش اللي قاعد يصير جوا هذا الجسد المشاعري. فيا إما بتشوف السلوك مش طبيعي، تشوف شخص يعني يعبر عن شيء ويقول شيء ثاني وكذا، في سلوك متنافر، أو راح تلقى الشخص قاعد، بمعنى أنه مو قادر يتصرف، مو قادر، لأنه في شعور عنده يقول له أنا أحب أو أنا مندهش، وفي شعور ثاني يقول له لا ترى أنت معصب، ترى أنت قلق، ترى أنت متوتر، ترى أنت، فيكون عنده هذا التضارب فيوقف. طبعاً حين هذا على فكرة هذا يكون عنده كنترول أكثر من الجسد الفكري، إنه يقول لا ستوب، لا تنثر مشاعرك وتلخبط الدنيا، لكن الأول هذاك هو ينثر مشاعره سواء كانت إيجابية أو سلبية، فهذا يقول لا ستوب، لا في شيء مو صح، خلني أوقف وأرتب الأمور وأحسم الأمور وأشوف إيش الشعور الصح، هل أنا أحس بالغضب ولا أنا أحس بالحب، خلني أفكر في الموضوع، هل أنا أحس بالغضب ولا أحس بالحب. طبعا غالبية الناس ما تسأل السؤال الصح هذا اللي هو هل أنا أحس بكذا، غالبية الناس تسأل عن القرار، هل أطلق ولا ما أطلق، هل أدخل هذا القسم، هل أخذ هذه الوظيفة ولا ما أخذ هذه الوظيفة، هل أقبل بهذا الرجل ولا ما أقبل هذا الرجل، عندي بارتي يقول لي أقبلي وعندي بارتي يقول لي ما لا تقبلين، شو أسوي، إيجابيات سلبيات، هذا كله سطحي، كله سطحي، ما وصلت لي العمق اللي هي هل المشاعر المتناغمة والمتنافرة إيش سبب هذا التنافر. فمهم أني أنا أعرف لما يكون عندي قرار متوقف أسأل نفسي إيش المشاعر المتنافرة اللي ملخبطة صناعة هذا القرار، وش الشعور المتنافر عندي اللي قاعد يلخبط صناعة هذا القرار. خلوني آخذ أسئلة. منو أفضل للارتباط، المتناغم معي ولا العكس؟ مع العلم دايم أدور العكس عشان أشوف الحياة من زاوية مختلفة. أول شيء هذا مش خلاف فكري، مش خلاف فكري، أنا ما أتكلم عن الخلافات الفكرية، أنا أتكلم عن الخلافات المشاعرية. الخلافات المشاعرية هي كثير مؤلمة وحادة ومزعجة، وما ودك انك انت تعيشين مع شخص بينكم تنافر مشاعري، ما ودك، لكن انك تكونين مع شخص عندك خلاف فكري معه لكن كلكم ناضجين مشاعريا، هذا ممتع، هذا ايه يخليك تشوفين الحياة مختلفة بطرق مختلفة، يعني كذا تشوفين افق جديد او افق مختلف. لكن المشاعر لا، راح تكون كثير مؤلمة لانه تنضغط عندك أزارير متنافرة مع هذا الشخص. أنا بنحشر معاهم بالنار، ما أدري أنت تتكلمي عن إيش، إحنا ما جبنا طاري النار من يوم بدينا. هل التناغم المشاعري ضروري لاستمرار العلاقة؟ نعم، أنا أشوفه هو اللي راح يعطي العلاقة البنزين للاستمرار، أو على الأقل إلى نهاية الحصول على الرسالة. يعني إيش اللي يقدر يمشي هذه العلاقة غير هذا التناغم، أو إيش اللي يقدر يمشي العلاقة بارتياح غير هذا التناغم. لكن لما يكون فيه تنافر في المشاعر راح تحس إنك تعيش كل لحظة هي لحظة ألم، لأنه هذا الشخص يعني مشاعره أبداً لا تناسبك. ولا مرة تناغمت مع أي شخص،
وإذا تناغمت بعد محاولات تغيير أفكارهم وجهد جهيد. ما أوشي ما المفروض إن إحنا نكون مشغولين إن إحنا نغير أفكارهم وعلى قولتك جهد جهيد عشان إحنا نرتب ملفاتهم الداخلية وطريقة تفكيرهم، هذا مؤكد. الشيء الثاني، المفروض الشخص اللي تتناغمين معاه بدون جهد أنت تتناغمين معاه، هو موجود بطريقة متناغمة بدون هالجهد اللي أنت تتكلمين عنه. يعني يستبعد إنه ما في ولا شخص تتناغمين معاه، لذلك أنا أقول ابحثي، ركزي، انتبهي. مرات إحنا نختار بشكل لاواعي التنافر، نختار بشكل لاواعي التنافر، لأنه زي ما قلت لكم قبل، موضوع الألم موضوع ممتع عند البعض، أو ممتع لدرجة معينة عند أغلب البشرية. أغلب البشر يستمتعون بالألم لدرجة معينة، يعني كلنا بالاستثناء تبرمجنا وتبلورنا على فكرة مثلا المكافأة والعقاب، وهذه كلها فكرة ألم، فكرة ألم. يعني ما في أحد بيقول أنا أبغى أحصل راتب نهاية الشهر لأنه أنا ولأنه أنا اشتغلت وحصلت. طبعا موضوع كثير معقد، يعني مو هذا المجال اللي احنا نتكلم عنه، بس أقول لك إنه أبغى أوريك قديش إحنا يعني ضالعين في الألم، قديش إحنا أصلا الحياة كلها يعني فكرتها قائمة على فكرة الخوف. الحياة كلها على بعضها قائمة على فكرة هذه الماتريكس، قائمة على فكرة الخوف. لذلك من البساطة إنه إحنا ننسجم مع هالأشياء هذه، ننسجم مع الألم من البساطة، أو خلنا نقول يعني هذه البرمجة يتبرمجوا عليها أغلب الناس إنهم ينسجمون مع هذا الألم. بعدين يا دوب الواحد يعني تصير له يعني على قولتهم يعني خضة من خضة كذا، وضربة من ضربة، وقاع من قاع، يعني يقول واو انتبهت للموضوع. وطبقات بعد، ها ترى احنا طبقات، حنا واحد ورا الثاني ورا الثاني، كل واحد عنده درجة من الألم. مين اللي يوصل لمرحلة انه يقول كل موضوع ما تسوى السالفة كلها هذا الألم، ما تسوى ولا 1% من الألم، السالفة كلها ما تسوى. هذه مرحلة أخرى. فنقول أدعوك إلى المراقبة، أدعوك إلى أنك أنت تلاحظين، تنتبهين، تشوفين الأشخاص اللي حولك. يمكن تكونين رفضتيهم، يمكن تكونين اللي تناغموا معاك حسيت أنهم ما لهم شخصية، ما لهم كيان، ما لهم كاريزما، مو قاعدين كذا يعني يستفزونك، مو قاعدين يعني حسيت أنهم سوفت يعني بزيادة، يعني تبغين تسوين اللعبة كثير سبايسي. فراقبي، لاحظي. حبيبتي سمر تقول شكرا، أنا لقيت كثير تساؤلات بمشاعري عندك بالكورس. الحقيقة أني أنا أعتقد أنه الكورس هذا يجيب على مساحة كبيرة من عدم فهمنا لأنفسنا وعدم فهمنا لواقعنا وأسباب أيضا مشاكلنا. يعني لما تمسك خريطتك في الغالب راح تشوف أغلب مشاكلك، وش صايرة، من وين صايرة، ليش صايرة، وين رايحة، وين بتروح، راح تعرف. يعني خلوني ما أبغى أقول هذه عشان شوية فيها، بس اللي بيحضرون الكورس راح يفهمون كلامي بشكل جيد، إنه فهمك للمستقبل أيضا راح يكون مختلف، وبنائك للمستقبل لأنك راح تبني. إحنا حرفيا في هذا الكورس نبني المستقبل. مو أنا أمنشن على شيء وأجذب شيء، لا أنا أبني كل المستقبل، أنا أسوي حماية تامة للمستقبل بهالطريقة. في كثير يسألون عن توأم الروح وتوأم الشعلة، تكلمت عنه، موجود في الإنستغرام، اللي يبغى يعني يسمع رأيي في الموضوع.
ليش بعد ما نبكي نرتاح؟ هل هذا تنافر؟ لا، البكاء هو نوع من أنواع أو أداة من أدوات الجسد المشاعري، هو بشكل عام فكرة جيدة، فكرة جيدة إنه إحنا نبكي، ولدرجة إنه بعض الناس لما يبكون يحسون إنه البكاء ما رح يخلص، إنه كأنه أنا فتحت صنبور والصنبور راح يمتد للأبد يعني يعطي. والعكس برضه، وهذه كانت بالنسبة لي مفاجأة، قرأت في بعض الدراسات إنه بعض الأشخاص يشعرون بأنه دموعهم بتخلص فجأة، من الفكرة دموعهم إنها بتخلص. بعض الناس أجابوا في استبيانات إنهم يشعرون إنهم يعني إذا صحوا على هذا الحدث أو إذا صحوا على هذه القصة أو إذا صحوا اليوم إنه الدموع بتخلص. فإحنا نطمن كل الطرفين، نطمن الشخص اللي يحس إن دموعه بتخلص، نقول له تأكد 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 إن دموعك ما راح تخلص، تأكد هو كذا مصمم الموضوع إن دموعك ما راح تخلص. وايضا نطمن الشخص في الطرف الاخر اللي يحس ان دموعه يعني مثل الصنبور المفتوح وانها ما راح توقف، اقول تاكد 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 انها راح توقف. ان صحيح قد يكون عندك الم كبير وعميق، لذلك تاخذ وقتها لما انها هي تمر على كل القصص وتتحرر منها، لكن في النهايه توقف، لانه البكاء هو أداة للتخفيف، أداة لأنه هو يصغر حجم الشعور أو بيخفف من عمق الشعور. فيعني لما نبكي نرتاح، لأنه في فرق. أول ما بدينا البكاء كانت المشكلة هالقد، بعد ما بكينا صارت هالقد، مو في مخك، في جسدك المشاعري تغيرت تماما. هل هذا الكورس يعتبر نوع من أنواع الديتوكس؟ لا، هذا مرحلة خلنا نقول أطور من أنه هو يكون ديتوكس، لأنه إحنا ما نتكلم فقط عن الشعور السلبي اللي إحنا عالقين فيه، لا، إحنا نتكلم عن التجربة الأرضية كاملة. إحنا نتكلم عن الشعور السلبي والشعور الإيجابي، إحنا نتكلم عن الشيء اللي صار في الماضي وتورطنا فيه وشيء اللي بيصير في المستقبل وكيف نبنيه. فأقرب ما أقول إنه أكبر من فكرة الديتوكس وأطور من فكرة الديتوكس. تقول شنو أصعب موقف مر عليك؟ ليش أنت قرأتي الأسئلة الصعبة؟ إلى متى بيكون الكورس موجود؟ لنهاية الشهر، زي كل كورساتنا وأغلب كورساتنا. أحس بتنافر مع وظيفتي وزملائي، أنا في عالم هم في عالم. شوفي أنتي، شيء جيد إنه أنتي تعرفين هذا الشيء، شيء جيد إنه أنتي متنافرة مع، إنك أنتي واعية لقضية إنه أنتي متنافرة مع العمل وأنتي متنافرة مع زملائك، وإنه أنتي في عالم هو في عالم. يعني أنا أشكرك إنك ما قلتي إنهم هم حاقدين علي، هم تعرفين المرحلة، الطبقة هذه اللي لسه عايشين في حالة ألم، حاقدين علي، غايرين علي، غيرانين مني، المدير مستقصدني، كل القصص هذه. كويس إنه أنت خلصتيها وإنك قلتي ترى إحنا في عالم ولا في عالم، إحنا ما نمشي مع بعض، يعني ما نتفق. فجميل هذا الوعي، يعتبر شيء جيد يعني. لذلك انت المرحله اللي بعدها انك انت لازم تجدين المكان المتناغم معك. لا تتاخرين، لاني انا دائما اقول انه انت تعيش بمشاعر جيده اهم من تحقق الهدف، لانه في النهايه الفكره من الهدف هو المشاعر، فبالتالي ما لا قيمه اني ادمر مشاعري عشان الهدف.
فحط النية واشتغلي على أنك تتواجدين في مكان آخر ومع زملاء من عالم يشابهك. ماذا إذا كان الآخرين طوال الوقت يؤثرون على طبيعة مشاعرنا؟ شوفوا خلونا نتفق أنه إحنا طوال الوقت نؤثر ونتأثر، وفي قاعدة سبق أني قلتها أنه كل شيء يؤثر على كل شيء ويتأثر بكل شيء. يعني إحنا في أعقد شبكة تتخيلونها، كل شيء يؤثر على كل شيء ويتأثر بكل شيء. كم نسبة التأثر تختلف، يعني مثلا كم نسبة تأثرك من مصدرك الطاقي؟ يمكن 90%. كم نسبة تأثرك من شخص مر في الشارع؟ يمكن نسبة واحد من مليار. فإحنا طول الوقت في شبكة، واللي يفهم عمق هذا الكلام يقدر كثير يستفيد من الواقع، ويقدر كثير أيضا يوجه ويحمي نفسه بالطريقة الصحيحة والمناسبة. لذلك ما في فكرة إنه إحنا ما يقدرون يأثرون علينا الناس ولا يقدرون نهائيا، يعني إلا ما نتأثر. لكن هنا نجي نسأل مين اللي عنده الشعور الأقوى. معليش بس دقيقة. إن نسأل مين اللي عنده الشعور الأقوى، مين اللي عنده الشعور الأقوى. يعني خلنا نقول إحنا في البيت عائلة، وواحد من أفراد العائلة هو غاضب بشكل كبير جدا، يعني من يوم يصبح لما ينام هو غاضب طول الوقت 24 ساعة غاضب. والغضب اللي هو يمارسه كل يوم هو ما هو يعني سطحي، ما هي كذا سالفة خفيفة يعصب، لا، كل موضوع ياخذ بعمق، كل موضوع فيه مسدس. يعني كل موضوع ياخذ يعني بعمق بعمق بعمق. فهذا الشخص في الغالب راح يسيطر على شعور البيت. في الغالب هذا الشخص عنده شعور كبير وعميق. في الغالب هذا يسيطر على شعور البيت، يسيطر على كل اللي موجودين وعلى مشاعرهم. ذلك مع الوقت هذول كلهم راح يكون كتاكيت غضب. كلهم راح يكون كتاكيت على قدهم، ما يطلعون مسدس بس يعني ما اعطون الشوش مثلا كذا. يصير بهالطريقة. وقس على ذلك كل المشاعر. لو يكون عندي مثلا بيت فيه أم عندها حب يعني ممتد من أول ما تصحى لما تنام، وهي يعني توزع حب وتستقبل حب وتحس بالحب وتشعر بالحب، وحبها مو بس يعني على خفيف، لا في عمق، في عمق وفي سربرايز وفي دهشة وفي كثير أشياء، في يعني وفي معاني، وتحسها يعني تستشعر الحب هذا، وفي أدوات تلقونها ترقص، تلقونها تصيح، تلقون كله تعبيرات عن الحب وتعبيرات عن هالمشاعر طول اليوم 24 ساعة وهي محبة طول اليوم وبعمق. في الغالب يعني هذه العائلة راح تكون عائلة يعني مليانة بالحب، راح يطلعوا كتاكيت حب. يلا عاد وين هذه العائلة اللي حصلها يقول لي. يعني طبعا اغلب البشر يعني صعب ما نلوم احد احنا، بس يعني صعب انه البشر يوصلون لهالمرحلة. يعني يبغى الانسان يكون على درجة من الوعي وعلى درجة من التطور وعلى درجة من يعني فهم كيف هالماتريكس قاعدة تشتغل، كيف التجربة الارضية كلها قاعدة تشتغل.
ف مو سهل صحيح، بس ممكن يكون، ممكن يكون. فهذا هذه القصة اللي المفروض انها تصير، هذا هو هذه المعادلة اللي المفروض انها تصير، انه بهالشكل يأثرون عليك الناس. لذلك اذا انت كنت في مكان وتبغين انهم هم ما يأثرون عليك، تبغين انه انت اللي تأثرين عليهم، اوكي انا ابغى اني امارس هذا الشعور اللي ابغى اثر فيه او اقود فيه طول اليوم وبعمق، طول اليوم، من يوم اصبح لما امسي، او من يوم ادخل دوامي لما اطلع، او من يوم اروح المكان الفلاني، طول الوقت وبعمق. ذاك الوقت اكون انا المسيطر، انا اللي فارض شعوري وفارض تجربتي، فارض تجربتي. لذلك يعني مرات انت تستفيد من وجودك بقرب اشخاص يحملون هذه المشاعر الجيدة، يعني مؤكد انت تستفيد منهم. ومرات حياتك ممكن تتدمر لانه حولك شخص مشاعريا تعبان. تخيل أبي أنسى المشاعر اللي ما أبيها. تكلمنا عن هذا الموضوع قبل يومين، ارجعي للبث. هذه لمسة، هذه لمسة حبيبتي تسأل تقول ليش رغم الحزن ما نقدر نبكي؟ لأنه الموضوع أكبر من الحزن، لأنه القصة يعني القصة أكبر أو أصغر، أصغر. لأنه مرات أنت تبكي، البكاء ما يعبر، ما يعبر عن 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 شدة الألم اللي أنت تمر فيها، ما يعبر، ما يعبر. مرات أنت تحتاج تسوي شيء أكبر من أنك تصيح، شيء أقوى من أنك تصيح. ومرات القصة مرة صغيرة، مرة صغيرة بحيث انها ما تقدر. واكون انا بطبيعتي يعني شخص خبير في الحزن، اكون انا خبير في الحزن، عندي عمق في الحزن، يعني اعرف الحزن واعرف شعور الحزن ومرت علي تجارب فيها عمق في الحزن. فمو اي قصة تحزني ومو اي قصة تبكيني، فمثل هذا الشخص يعني لازم أوصل يعني لازم أوصل، أو المشهد أو الموقف يوصل للعمق في الحزن عشان يستدعي البكاء. فمو كل قصة تستدعي البكاء. أنام وعندي مشاعر غضب ومخي ما يوقف بالتفكير السلبي وخايفة على بنتي مني، أنصحك بكورس الغضب. أأكد لك إنه شعور الغضب شعور مدمر، كثير كثير في خسائر شعور الغضب، كثير كثير في خسائر، وخسائر مادية وفكرية ومشاعرية. أعرف إنه من الصعب إقناع شخص غاضب إنه يحضر كورس، لأنه في نفس الوقت هو ناقد. يعني أغلب الأشخاص اللي عندهم نقد حاد هم أشخاص غاضبين. لكن لما أقول لك تعالي خذي عندي الكورس في الغد، وين إيش عندك أنت؟ ما عندك سالفة، أو أنت فاهم الغضب ولا ما أنت فاهم الغضب، أو أنا كله أبيض، أو أو أو. لكن أقول لك اهتمامك بنفسك يحتم عليك إنك تحاولين، سواء معي أو مع غيري، يحتم عليك إنك تحاولين. صدقيني في بشر قبلك غضبوا وحلوا الموضوع، أأكد لك في بشر قبلك غضبوا وتورطوا ولقوا حل، لقوا حل. تبغين عندي أو تبغين عند أحد غيري، تبغين تبحثين في اليوتيوب، تبغين تبحثين في كتب، بس لا تخلين نفسك، لا تخلين نفسك، لا تخلين هذا النقد ممكن للأشخاص، أو هذا النقد للفكرة، أو هذا النقد يخليك واقفة بدون عمل، أو يخليك واقفة بشكل محتاج. ممكن تروحين عند طبيب نفسي مثلا على سبيل المثال، تدخلين عنده اول جلسه بعد تقولين ما عنده سالفه ولا اصلا ولا تحرك عندي شيء. اعرف هذا الشيء،
او تروحين عند لايف كوتش وتقولين نفس الكلام، تقولين كلهم رحت درتهم واحد واحد كلهم نصابين ما عندهم سالفة. I know. وممكن فعلا ما عندهم سالفة، ممكن ما ندري، لكن احب اكد لك انه في ناس عبر تاريخ البشرية مروا بهذا الشعور وحلوا هذه المعضلة. لذلك انت تقدرين، اذا في احد سواها معناها انت تقدرين تسوينها. هنا انت وشطارتك انك انت تصلين لهذا الهدف، انك انت تبحثين عن هذا الهدف وتصلين له. ابغى اذكرك ايضا انه في اشياء عندك تثير الغضب وعلى رأسها الاهداف الغير محققة. لذلك ارجوك ارجوك اي هدف غير محقق وصلك لهذه المرحلة انه انت تقولين انا خايفة على بنتي مني، ارجوك اليوم قبل بكرة تقولين باي باي لهذا الهدف. ما يسوى ما يسوى، ما في هدف يثير هذا الغضب عندي يسوى، ما يسوى. لانه معناها بالنسبة لي هذا اشارة الى انه انا في الطريق الغلط. مدام مشاعري غضب في هذا الطريق في هذا الهدف، فمعناها انا في الطريق الغلط، هذا مش طريقي، هذا مش طريقي. اعرف ايضا انه مو سهل ان الواحد يسوي يوتير، ومو سهل ان الواحد يقفل الباب ويقول مع السلامة، ومو سهل الواحد يقول انا ما عاد ابغى هذا الطريق خلاص طابت نفسي باي باي ما عاد ابغى هذا الطريق. مو سهل، لكن تكلفة اليوتير كثير ارخص من تكلفة انك تكملين، تكلفة انك تقفلين الباب وتتركينه كثير ارخص. انت فكري فيها، فكري كم سنة بتقضين من حياتك وانت غاضبة؟ كم سنة تبغين تقضين؟ هذه السنوات كلها بكرة يبغالها قدها يمكن او اكثر لما انت تتحررين من هذا الشعور. ما تسوى ما تسوى. وبرضو ابغى اقول على نقطة، يعني عشان بس الصورة الكبيرة للوقت الحالي اللي احنا نمر فيه. احنا نمر بظروف غير اعتيادية في 2020، ونمر بتصحيح كارمات لكثير من الأشخاص، ونمر بمواقف صعبة لكثير من الأشخاص. لذلك ممكن إنه تكون الفترة هذه في أشياء تطلع فوجينا تثير غضبنا وتثير توترنا وتثير رغبتنا والحنق، وتثير رغبتنا في أن نعقد الحياة ونسوي مشكلة أكبر ونضخم الأمور وبعدين الطاقة قاعدة تدفع لهذا الأمر. بس تذكر أنه كل ما أنت دفعت تجاه هذا الاتجاه، هالكرة الثلج هذه اللي أنت قاعد تجمع راح ترتد عليك. مش من مصلحتك أنك أنت تذكي النار في وقت غير مناسب لإذكاء النار، مش من مصلحتك. ذلك خلنا نشوف الصورة الكلية، الكل متوتر من أكبرهم لأصغرهم، والكل يعني أهدافه تبعثرت هذه السنة، الكل تلخبط بشكل أو بآخر. في ناس تلخبطوا صحيا، في ناس تلخبطوا تقريبا أغلب الدول تلخبطت ماديا واقتصاديا، في ناس تلخبطوا اجتماعيا، في طلاقات صارت، في مضاربات في العائلة لما كانوا في الحجر صارت، كثير كثير أشياء. فالطاقة كثير متوترة، لكن هذا يجعلنا نرفع درجة الوعي، ننتبه إن ما نزيد ما نذكي النار أكثر مما هي مولعة. خلنا نقول والأشهر القادمة كثير راح تكون أهدى، وكثير خلنا نقول راح ترجع الأمور لمجاريها، وراح ترجع الحقوق لأصحابها أيضا. إن كان أنت شعرت أنه في ناس يعني كانوا قاسين عليك، أو في ناس اعتدوا عليك، أو في أشخاص، كلها راح تترتب. وبرضو ردة فعلك كثير مهمة. الاستحقاق والمشاعر، هل بينهم صلة؟ خليني أقول لك، الاستحقاق
فيها فكرة ولكن واقعها شعور، بمعنى انه الواحد ممكن يفهمها كفكرة انه انا ابغى هذا، هذا يناسبني او هذا يستحقني، او انا اخطط لهذا الهدف، او هذا يتناسب معي. او يجيك احد يقولك لا انت ما تستحق هذا المنصب، انت تستحق هذا المنصب، او انت تستحق هذا المنصب. لكن ما هو بعمق الاستحقاق هي قضية مشاعر. في الغالب اغلب الناس تنشغل في تصحيح الماضي او الحاضر لاجل ان تستحق شيء في المستقبل. كلام مهم. في الغالب الناس تنشغل بتصحيح شيء في الماضي او الحاضر لاستحقاق شيء بالمستقبل، بينما كثير من حالة الاستحقاق تعتمد على المستقبل، بمعنى تعتمد انه انت ايش راح تبني في المستقبل. هذا البناء هو اللي راح يخليك تستحق الاشياء اللي انت فكرت فيها او قررت انك تبغى تحصل عليها. ذلك مهم 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 ان احنا نبني اجسادنا المشاعرية، ما نخليها للظروف. احنا كبشر لا امنا لا ابونا لا كتبنا لا مدارسنا لا الاشخاص اللي اكبر منا لا التلفزيون ولا اي مكان قاعد يعلمنا كيف نبني مستقبلنا المشاعري. ما في اي احد. احنا كلنا مشاعريا في مهب الريح. ليه؟ لأننا متخلفين مشاعريا. الموضوع مو مهم الى الان بالنسبه لنا، مو مهم هذا الموضوع، ما ارتقى الى انه يكون واو مهم ان احنا نفهم شعورنا. لكن في اشخاص الان قاعدين ينتبهون، قاعدين يقول اوه واو انا لازم انا ابني جسد المشاعري، ما اكون في مهب الريح. متى ما جاني موقف قلت وش هالموقف هذا، هذا الموقف وشو هذا، غضب هذا، حزن هذا، حب، في حب عندي ولا ما في حب، خلنا نشيك، افتحوا لنا الخريطه يا جماعه، عندي حب ولا في واحد عند الباب قاعد يخطب، ما في حب، ما في حب، واللي يخطب عند الباب شو نسوي فيه؟ طيب فهذه ورطة من الورطات البشرية اللي احنا نعيشها. لذلك انا اشوف انه اي شخص يبغى انه يكون عنده درجة عالية من الاستحقاق انه يبني المستقبل، انه يبني مشاعر المستقبل، انه يرتب خريطته، انه ما ينتظر الاحداث انها تسوي له مفاجآت، ما ينتظر الاحداث انها تجي وهي يعني ايش شايلة الشنطة. هذه الأحداث المستقبل، شايلة الشنطة ومعاها مشاعر. تفضل، الحدث هذا جاي ومعاه مشاعر غضب، ومعاه مشاعر حزن، ومعاه مشاعر جمال، ومعاه مشاعر حب، ومعاه مشاعر، ويطلع لك من هالشنطة. طيب أنا وش دوري؟ أنا دوري يلا آخذ، أوكي في حزن، في غضب، في مدري إيه، وبعدين أعالج عاجل يتورط فيه. لا، خلني أنا أستبق الأحداث، وأنا قبل ما يجي عريس الغفلة أنا أبني الحب. ما يحتاج هو يجي يبني الحب. قبل ما تجي الوظيفة اللي تجنن وخطيرة وخمس نجوم خلني أنا أبني هذا الشعور. قبل ما تجي الفرار الحمراء وأتورط أنا فيها وفي شعورها خلني أنا أبني هذا الشعور. فهذه الفكرة اللي أنا أبغى أوصلها للناس، إنه إحنا ما نحتاج إن إحنا ننتظر أحداث المستقبل حتى تقودنا، لا، إحنا نستشرف المستقبل ونقود المستقبل ونبني خريطتنا ونسوي خريطتنا، لأن الآن عندنا وعي، عندنا إدراك، عندنا نوع من 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 من, من الفهم أكثر من الماضي، إن إحنا ندرك إيش ممكن نسوي في المستقبل، وين ممكن نوصل، وش ممكن نحط في هذه الخريطة، وش ممكن نقدم، وش ممكن نطور في هذا الجسد المشاعري. لذلك أنا أعتبر أنه الشخص اللي يطور جسده المشاعري
هو بدون أدنى شك أفضل الناس استحقاقا. إذا كان الألم الجسدي المزمن هو سبب انخفاض مشاعري وحزني، كيف ممكن أتصرف؟ أول شيء خلينا نتصرف على مستوى الجسد المادي ونسأل إيش الأشياء اللي ممكن تساعد هذا الجسد إنه ما يعيش هذا الألم. بمعنى أنه كل ما تستطيعين تقديمه لهذا الجسد، لأنه أنت مسؤولة عنه، هذه مسؤولية، يعني كأنك أنت مكلفة بحفظ هذا الجسد وبأنه يعني يستمر في هذه الحياة قدر ما تستطيعين. فإيش الشيء اللي تقدرين تقدمينه لهذا الجسد مادياً؟ قد يكون دواء، قد يكون طب بديل، قد يكون أي شيء تقدرين، قد يكون مرات خصوصاً اللي عندهم آلام مزمنة، لأني أعيش هذه التجربة أقدر أشاركها، مرات أنك أنت تشكلين حياتك بطريقة معينة، يعني بمعنى أنه يعني مثلا أنا شكلت حياتي بحيث أني ما أمشي كثير، بحيث أني أقعد دائما في كرسي يعني جدا مريح، وفي النهاية ما يطلع مريح بس يعني مراحل، أني أنا أنسدح على السرير جدا مريح، أني يعني أطور حياتي قدر ما أستطيع حتى أني أنا أحمل هذا أو أخفف قدر الإمكان عن هذا الجسد الألم قدر ما أستطيع قدر إمكانياتي. هذا على مستوى الشيء المادي. وقد تحتاجين أنك طوال الوقت تبحثين، لأنه الحياة متطورة والأجساد الفكرية عندنا متطورة، فتلقين مثلا تقنيات جديدة، تلقين أفكار جديدة، تلقين أدوية جديدة، تلقين أعشاب جديدة، تلقين طريقة مساج جديدة، تلقين يعني طوال الوقت راح تلقين أشياء جديدة. وأنصحك أيضا من واقع تجربتي، كوني انتقلت للعيش في بلدان متعددة، في كل مكان تلقين طريقة مختلفة للناس، طريقة تفكير مختلفة، طريقة علاجات مختلفة. فخلي يعني خلي هذه رسالة لك، انك انت يعني عندك التزام تجاه هذا الجسد، انك تحلين هذه المشكلة او تحلين ما تستطيعين انك تحلينه او تقدمين ما يمكن تقديمه. الان مشاعرك كيف المفروض انك تشعرين تجاه هذا الشعور؟ يعني مزمن ما اعرف، هو موضوع جاي من الطفولة، فمعناها عندك قضية مع الطفل الداخلي اذا الشعور جاي من الطفولة. إذا الحدث صار لك بعد ما صرتي طفلة، هذا كثير أحسن، كثير أحسن، إنه خلنا نقول ما نخر الموضوع في الداخل أو في العمق. فإذا كان نخر في الداخل والموضوع مرتبط بالطفل، فأنت محتاجة أنك تتفهمين مع الطفل، ويعني قد يحتاج إلى 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 وقت على أنك أنت تخلين الطفل، لأن الطفل لما يمر بألم، خصوصا لما يمر بألم لسنوات طويلة وأشهر طويلة بدون تفسير وبدون فهم، لأن القدرات الفكرية للطفل في ذلك الوقت مش معروفة، وخصوصا لما يكون مرات المدرسة أو العائلة ما عندهم نضج مشاعري تجاه الموضوع، فكثير كثير يكون الموضوع مشوش على الطفل، وكثير الموضوع يكون فيه مشاعر متكركبة فوق بعضها على الطفل، أو خلنا نقول اللي إحنا نتكلم عنه اليوم مشاعر متنافرة على الطفل، ما يدري شو القصة، ما يدري شو اللي قاعد يصير، ألم على لحظة حب، على لحظة خوف، على لحظة غضب، على لحظات تدخل مع بعضها. ممكن ما تكون قصتك بهذا التعقيد، لكن لما يكون طفل مر بهذا الشيء راح يكون عنده هذا التعقيد، راح يكون عنده التداخلات المشاعرية وهالأشياء اللي ما تنفهم في وقت ما. دورك الآن إنك تحلين كل المشاعر اللي مر عليها الطفل، بعدين ممكن إنك تنتقلين، إحنا نقول مرات يا جماعة مرات، في لحظات الخطر، أنا أتكلم عن الخطر بس، ما أتكلم عن الأحوال العادية اللي المفروض الواحد يعني ينقل الأزمة من كونها أزمة مزمنة أو من كونها قاع إلى أنها قمة وإلى أنها انحلت أو أنها انتهت المشكلة. مرات الواحد يحتاج أنه
يشتت الانتباه عن الألم، إنه يضيع مشاعره عن الألم. وهذه تعتبر طبعا هو اللاوعي يسويها، لكن إذا اللاوعي ما سواها أنت لازم تقفز وتسويها. وهذه تعتبر طريقة من طرق الحماية الجسد المشاعر من أنه يدحدر لقاع. لما يكون كذا يعني في الطريق المنحدرة زي ما نقول، فأنت تقول لا تشتت عليه الموضوع، تشتت تسوي تشتيت. طبعا احنا هنا دخلنا في ورطة اخرى، انه المشاعر راحت في عمق معين وراحت تشتغل في الخلفية، ما هي موجودة الان امامنا ونقدر نفهم معها. لكن مرات اقدر اقول ماشي، ما هو كان احتمالية انه الجسد المشاعري كله يتدمر، وكان احتمالية انه الجسد الفكري يتدمر، وكان احتمالية انه ايضا الجسد المادي يتدمر، وممكن كان يموت الانسان عشان هذا الحدث تصير. فمثل هذا الوقت اقول ماشي، خلنا ناخذ هذه الطريقة او هذا الاسلوب. لكن بما انه عندي الم مزمن فمعناها الموضوع يمكن ما يحتاج اني اوصل لهالمرحلة التشتيت، فانا احتاج اني اوصل لمرحلة القبول، اني اتقبل هذا الشيء، وبعدها ممكن اني اصل لمرحلة شعور ايجابي اكثر. ما بقول لك الحب لانه كثير صعب الواحد يعني حتى يتقبل كلمة وهو يمر بألم مزمن، لكن يكفي انه انت تمرين بحالة القبول. كثير من الأحيان نحتاج ان نفهم الرسالة من هذا الألم، برضو ابغى انصحك انه انت يعني خصوصا الأشخاص اللي يمرون بآلام مزمنة، من الجيد انهم يتعلمون بعض التمارين الطاقية اللي تساعدهم في تخفيف الألم، او اللي تساعدهم في تخفيف خلنا نقول تركيزهم على الألم، حسب عاد انت وين تفهمني، من اي كوكب تفهمني. اعتبر انه شيء مهم للأشخاص اللي عندهم ألم مزمن انه هذا الشيء يساعدهم على التخفيف. تقول اخذ دورة الخوف بعدين طلع الخوف، هل ارجع اعيد الكورس؟ اي ممكن، وايدك انك ترجعين تعيدين الكورس. طيب واخذ تقول انا لابسة نفس فستانك، وش الرسالة؟ ما هي الرسالة؟ ايش اسباب العصبية بدون سبب؟ ما في عصبية بدون سبب يا جماعة، ما فيش. خليني بس اخذ اخر سؤال، ماني لاقي ابغى كذا سؤال، يعني سؤال كذا قنبله يعني كذا نختم فيه. يلا متى تعرضين دورة نافا؟ ما اعتقد ان راح نعرضها قريبا، ويمكن حتى بعيدا، فلا تنتظرين. في كثير اسئله عن العلاقات، ما ودي نشغل في موضوع العلاقات. طيب خلونا نتكلم على هذا السؤال، ما تكلمنا عنه كثير بس حلو. حبيبتي ميسا تقول ايش رسالة البهاق بعد وفاة والدي؟ اول شيء ابغى اقول لك بسم الله عليك وما تشوفين شر، وتأكدي ان الامر مجرد مرحلة وراح يعدي هذا الموضوع بشكل يعني سريع وبكل بساطة. لكن انت محتاجة انك تنتبهين لأشياء كثير مهمة. اول شيء الجانب الطبي، الجانب الصحي، جانب المستشفى، راجعي مع المستشفى، شوف الاطباء وش يقولون، هذا مش تخصصي ومش مجالي، ولا انا اقول لك اي شيء على هذا المجال لانه ما لي دخل فيه، بس انا اتكلم عن جانب الوعي اللي اقدر اتكلم منه. نرجع ونقول القصة اللي دائما تصير لما تجينا مشكلة على مستوى الجسد المشاعر، لأن الجسد المشاعر زي ما قلت لكم هو مثل تخيل مثلا عندي مثل مثلث، فالجسد المشاعر هو المسيطر على التجربة الأرضية، هو اللي يدير التجربة الأرضية.
الآن لما يجي شعور سلبي كبير وقوي وعميق في وقت قصير، يعني هذه مات أبوها، في الغالب الشعور اللي كان موجود قبل وفاة أبوها ما كان موجود، فبالتالي أصبحت كأنها صدمة. زي مثلا لما في شخص مرات تقول والله هذا الشخص سافر للخارج وبعدين فجأة انخرط في مخدرات وانخرط في مدري ايش ورجع له هو فتقول يلا وش اللي صار وش اللي صار. فهذه القصة لما احنا ما نكون طورنا الأجساد المشاعرية، لما يجي الحدث علينا يصير علينا، فالجسد المشاعري ما عنده أرض للموضوع هذا، ما يقدر يشيله، فيقوم يتدمر كل الجسد، يسقط. ويؤسفني اني اقول لك انه اجمل الاشياء المشاعرية تسقط. يعني ممكن يكون عندك حب، ممكن يكون عندك سلام، ممكن يكون عندك جمال، ممكن يكون عندك دهشة، كل المشاعر الإيجابية هذه تخيل في حدث واحد ممكن كلها تمسح. يصير لك حدث سلبي، طب وين أنا؟ طب على الأقل كان عندي شوية حب، كان عندي شوية شعور بالطمأنينة، كان عندي شوية شعور شوية بالسكينة، كان كلها كذا في لحظة انكنست، طارت. حسنا كذا بقيت كذا خالي. فيصير مثل هذه الأحلام، يجي يطيح الموقف عليك يهدم كل الجسد المشاعري. الجسد المشاعري خلاص طاح. لما يطيح الجسد المشاعري إيش الطريقة؟ يطيح كله على الجسد الفكري، طخ يخبط عليه الجسد الفكري. الجسد الفكري ذاك اللحظة ما يقدر يفكر، ما يعرف يسوي، تبدأ حالة النسيان، تبدأ حالة يعني كل شيء يتعلق بالتركيز، بالانتباه، بالفهم، بالتفكير العميق، بربط الأفكار ببعضها، كل هذه المهارات تبدأ تنزل. بعدين خلاص نوصل الجسد المادي. لما نوصل الجسد المادي تطلع الأمراض، فيطلع إيش المرض، إيش أقرب مرض صالح إنه هو يطلع في هاللحظة أو في هذا التوقيت. فهذا اللي صار بالضبط بالنسبة لك، إنه ظهر هذا الشيء كأثر من آثار انهيار الجسد المشاعري. الآن وش اللي أبغى أقول لك سويه، مو من ناحية المستشفى، هذا شغلك وهذا مسؤوليتك وانتي مسؤولة عن هذا الجسد، انك تبحثين وانك تقرأين وانك تروحين للطبيب الصح وتروحين للاستشاري الصح وتروحين للمستشفى الصح. لكن الجانب اللي انا اقدر اقول لك عنه انه انتي لابد انك تشتغلي على جسدك المشاعري، لابد، لانه المشاعر المفقودة اللي فقدتيها هي اللي راح تكون الأرضية لتصحيح الخلل اللي صار. الشعور الآن المفقود، أنت فقدتي لون هذا، الشعور المفقود هذا إحنا نبغى نرجعه، نبغى نبنيه من جديد، نبغى نصلحه من جديد. الشيء اللي عندي أنا أقدر أساعدك فيه، عندي كورس أبنوس لكن للأسف مغلق الآن، عندنا كورس خريطة المشاعر ممكن يساعدك في بناء المستقبل، أو ابحثي لك عن لايف كوتش، وهذا أعتقد أنه أقرب لحالتك، لأنه أنت محتاجة شخص يتابع معك يوم بيوم، يتابع معك لحظة بلحظة، يتابع معك المستجدات، يتابع معك لأنه أنت الآن في قاع، أنت الآن في قاع، فمحتاجة أحد يأخذك حبة حبة لما تمر هذه الحالة بسلام وتنتقلين إن شاء الله لقمة جديدة. عندنا مجموعة من المستشارين موجودين أيضاً عند الموقع، تبغين تبحثين في الإنترنت عن مستشارين، عن أشخاص يساعدونك في علاج الصدمات أو في التشافي من الصدمات. لا تخلين نفسك، هذا المهم. اقرأي كتب، ابحثي في اليوتيوب، ابحثي عن مستشار تثقين فيه أو مستشار جيد. عندك مسؤولية تجاه هذا الجسد أنك أنت تساعدينه، وهذا الجسد ما هو إلا صورة للجسد المشاعر الأكبر اللي هو اللي يحتاج إنقاذ. هذا هو الجسد الذي يحتاج إلى الإنقاذ. تأخرنا
طيب أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من لقائنا اليوم. أذكركم عندنا كورس خريطة المشاعر موجود الآن على الموقع، للي يبغى يطور من جسد المشاعري، للي يبغى يعني يقوم بحماية مشاعره، للي يبغى يستشرف المستقبل، للي يبغى يرفع استحقاقه، للي يبغى يعرف يدير مشاعره، للي مستعد، للي جاهز، للي عنده الفلوس الكافية، للي عنده الوقت الكافي. لأن ما له قيمة أنك تشتري شيء ولا تشوفه يا جماعة، ما لها معنى. لا تشتري كورس وما تشوف الكورس، يا اشتر وشف وتابع وطبق، يا لا تشتري، هاي طاقة مهدرة. الكورس متوفر على الموقع www.sony369.net. شكرا لايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل، تصبحون على حب.